Hello and welcome to Cuisine Hadia's channel. I hope you enjoy this channel dedicated to food, fun, and vlogs. If you like the channel, please like, subscribe, and share on your Facebook. Follow me on Instagram in the description below. Thank you. Enjoy! السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم أحبابي وأعزائي، مرحبا بالمشتركين معي جدد. إن شاء الله نتمنى أن عجبتكم قناتي، وإذا عجبتكم قناتي ما تنساوش الاشتراكات وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد. هاي ماي فريند، اي هوب يو دوينج ويل، ويلكم نيو سبسكرايب، اي هوب يو لايك ماي شانل، اف يو لايك ات بليز سب اند تامز اب. اليوم عن أكلة الخبز المشبع اللي هو هذا اللي عمل ضجة في اليوتيوب، الخبز المشبع اللي هو يجي في الرجيم. ومن الحاجات اللي يعملها الخبز هذايا، من المكونات نتاع الخبز هذايا اللي هو الكينوا. أنا باش نحكي شوية على الكينوا. الكينوا هي تشبه حبات الكسكسي، very small. We're gonna talk about benefit of quinoa. الفوائد نتاعها بسرعة، مانيش باش نبطاو برشا لأنه باش ما يجيش الوقت طويل، حتى إن شاء الله فيديو آخر. الكينوا هذه من أحسن ألف مرة من اللحمة، عالية جدا من البروتين، مهمة للعضلات والهرمونات وللرياضيين أيضا. قبل الرياضة ياخذ، معناها واحد كي نعملوا سبور في الرجيم وكل شيء، ناخذوا كعبة تفاح مثلا، نمشيوش للسكر ولا للحلو، نمشيو ناخذوا كعبة مثلا تفاح، وبعد ما نكملوا الرياضه نكون نجموا ناخذوا نطبخوه الكينوا. هذايا هو يعوض كل البروتينات الاخرى، من غير لحمه مشويه ولا حاجه يحتاج الجسم للكينوا، لانه مملوء بالبروتين ومليانه الياف ايضا، مهمه جدا تملا المعده، لانه احنا نجوع وناكلوا بصراحه، ونحبوا نعملوا ريجيم، والريجيم يخلينا نجوع وناكلوا. وهذا الكينوا يساعدك باش كي تاكلوا وتشرب عليه الماء يتعبى المعده نتاعك قبل بنص ساعه الاكل، ما عادش تنجم تاكل برشا، تولي المليان نتاع المعده نتاعك مليانه، فهو لانه فيه الالياف مهم جدا، وخاصة إذا شربت وراءه وشربت وراءه الماء تشبع برشا، يساعد أيضا لحل مشاكل الإمساك، يساعد الناس اللي عندهم الكوليسترول، تقوي المناعة، مليانة معادن اللي هي ترفع معدل الحرق في الجسم، وهذا مهم جدا لنحنا. وأحلى حاجة فيه سهل الهضم، والناس اللي يضرهم الكينوا هما اصحاب الغسيل اللي يغسلوا الكلى نتاعهم هذاك لانه ضرهم، واصحاب اللي عندهم هشاشه العظام، مع خاطر اللي اذا اكلتهم في الغداء غدا في الصباح مع الجبن والحاجات الكالسيوم اللي يحتاجهم جماعه هشاشه العظام، تحتاج الكالسيوم. هو الكينوا فيه ماده تمص تنقص من امتصاص، تقلل من امتصاص الكالسيوم من المواد هذيا، فيها ماده تمنع امتصاص الكالسيوم، ونحن نتعرفوا هشاشة العظام يحتاج إلى الكالسيوم، فهذا يلزمنا نردو بالنا. الطبخ متاعه يكون عادي، يعني الطبخ متاعه كلمة الرز بالضبط، يتقليها في الزبدة أو في الزيت وتحط كيلة بكيلتين ماء، كيلة أو تحط صمتها ديركت على طول يعني في الماء كاو. My friend, we wanted to, before we start showing you the bread, it can fall, you can eat it when you have a diet, but there is same something inside the bread. This bread is named quinoa. The benefit is quinoa faster. I'm going to talk about it faster. Quinoa, it's small like this one, you can see it. No, you know, I will show you. It's small and make you fall, especially when you eat it after gym. For example, you go to do exercise, you after gym, before you can eat apple. After we done sport or gym, something like that, you can eat the quinoa. You cook it as a rice or anything. And you make your stomach for, especially when you drink water after it. And it's good for health. It's better, the fall of protein, better than meat, any kind of meat. It's quinoa, it's the best, good for hormonate, for like we can
full of protein, full of it's good for your stomach. It's good for the cholesterol. It's good for burn fat. It helps you a lot to burn fat, especially after sport. You can have some, but not good for if you eat it in the morning with the cheese on the breakfast, because the people who has a kidney problem or has rheumatoid, because this quinoa stop. You know, we need calcium, but this is against the calcium. Won't help calcium goes to your bones, so you have to be careful. And you can cook it as you cook rice. It's so easy to cook it. Okay, then I hope you you understand me. Sorry. So, but we go back now. We're gonna eat. We're gonna make bread. It's for diet. You can eat it. No, there is a lot of things inside this bread. Let's go. This is all the things we're gonna make the bread today. Look, you can see it, guys. Let me talk in Arabic. I'll be back to you. اليوم باش نعمل خبز الشوفان، الخبز المشبع اللي عامل ضجة كبيرة في اليوتيوب. وفعلا أنا جربته وباهي برشا. اليوم أضفت عليه حاجات من عندي. يختلف على شفت القنوات الأخرى اللي شفت عاملينها. على كل حال، هذا هو الشوفان الخشين، لكن أنا طحنته. This is شوفان oat and has flaxseed has وعنده اسمه هو ليلى محمد رسول الله flaxseed وبعدين نكتبها نسيتها والله العظيم ليلى محمد رسول الله وفيها الحبة السوداء الكتان زريعة الكتان اوكي فلاكسيد هو زريعة الكتان هما كيكا نحن نشيلهم فيهم هنا عملت العدس وحطيته والحلبة قبل بيوم حطيتهم في الماء وبعدين طحنتهم باش نزيدهم للخبز وعملت معاها جزرة ايضا وخلطتهم مع الكيلة معناها كيلة تقريبا شوفان مطحون وفيه فيه نخالة القمح ونخالة الشوفان ايضا yeah. هنا هاكا طحنته شفت كيفاش مطحون حاضر هو مطحون الاخر عندنا طحين الشعير نص الكميه هذه كميه صحفه كبيره عملت هذا هو طحنته شريته طحنت فيه الشوفان وفيه الكتان وفيه برشا وفيه النخاله هنا عندنا الشعير المطحون بارلي براون لاك بارلي باودر طحنتو نص الكميه نتاع طحين الشعير اللي نعملو منه البلي ليلى محمد رسول بعد نقولها زاد نسيتها شنو اسمها بالعربي المهم عندنا مغرفه خميره عملتها في 200 ملي ماء 1 بيج سبون ايست ان 200 ملي ووتر وارم ووتر وعندنا الجزر اتس كاروتس وعندنا هذا كينوا مغرفة كبيرة كينوا ملعقة كبيرة 1 تي بيج سبون كينوا ذيس از الحبة السوداء وعندنا 1 بيج سبون حبة سوداء هذيا نسيت اسمها بالفرنسية تو بعد نكتبها لهم على الشاشة وعندنا الشيا everybody knows شيا 1 بيج سبون عندنا زيت زيتون اوليف اويل وعندنا طبعا الخل ملعقة كبيرة خل وعنا طحنت العدس اللي شفتوه قبيله بيت في الليله في الماء طحنته اي جراوند عدس وبعديك هنا الحلبه حلبه اي اختياري انا اضافتي انا لانها باهيه وانا ما طحنتهاش حبيتها كيك نحبها في الخبز تجي حبه يعني ليل كان بيت في الماء والاخر عدس بوجبه نقولوا احنا المصريين اخواتنا المصريين هو بالقشر يعني ايضا عدس بالقشر لانه مفيد وهنا طبعا انا هنا الكتان زريعة الكتان فلاكسيد I put it in black like they won't see the light it's good for to put in fridge لازم تحطهم في علبة غامقة حتى لا تشوف الضوء عندما تطحنها بأسبوع كامل مش أكثر من أسبوع هذا يصور كريم فات فري يعني ما فيهش ناقص ما فيها 0% يعني ما فيها تكون صالحة للأكل نحطوا الحاجات مع بعضنا وتعرفوا معناها All the ingredients, guys, it's good for you, make you fall, good for your body. يعني حاجات مهمة جدا أنا حطيتها في الخبز المشبع هذا وتخليك تشبع لما تعمل جيم ما تاكلش الخبز أبد لأنه سموم كامل. White bread,
it's full of damage in your body. So and sugar too, both of them, and salt, three of them. هذايا كله حطيته مع بعض الشهية كله كله خليته كله حطيته مع بعضه. هذا مغرفتين كبار فلاكسيد يعني زرعة الكرتين بعد ما طحنته. هنا الحلبة أنا اختياري حطيتها في هكاك حبيت نجم تطحنوها نجم تستغنى عليه لكن أنا اختياري لأنه تعطي طعمة حلوة جدا للخبز هذايا. وخبزة بحر تشوفه قرصة قرصة تشبع يعني قرصة بصراحة تشبعك ما تشرب معها الماء وتاكلها قبل ما تفطر غير الغداء أو العشاء بصراحة روعة وتخليك تشبع. وشوية زيت ملعقتين ما تو تيبل سبون ماي بي أويل هذاك مش برشا. نجم تحط معاها مكعب عظم لكن انا ما استحقيتش هو اختياري لكن انا ما حطيتش خاطر هي تلمت وحدها اذا كان ما تتلمكمش فيها برشا مواد. لكن تنجم تحطوا كعب عظم تلم بها البيضه كعبه بيضه يعني تلم بها العجين. هنا حطيت زوز معالق كبار يوغورت نان فات فري معناها ما فيهاش سكر ما فيهاش مواد دسمه. حطيت مغرفة كبيرة يمكن أو مغرفتين أو مغرفتين فينيجر اللي هو خل أبيض أو أي خل عندكم خل تفاح يمكن أحسن لكن أنا ما عنديش. وخلطتهم لهنا مع بعض ما قبل ما نحط الخميرة خلطت كل المواد مع بعضها باش نحط الجزر أيضا أنا نسيته نخلطه بالكده بالكده. هنا الحكمة لأنه احنا ديما نعملوا الرجيم لكن نفشلوا فيه لخاطر نجوع نحسوا بالجوع هذا يشبع. We always when we make diet we feel hungry, too much hungry. This bread it's make you fall because it has quinoa on it, has flax seed helping burn fat, all this stuff there I put it there, it's good for your body, for your diet. كل الحاجات تخلي اللي عملتهم انا في الفيديو هذا في الخبزة هذه هي كلها مشبعة وكلها صحة وصحية جدا انا هنا ما كنتش عاملة رو ملح لكن لاني حطيت الخل يعوضني لكن انا على خاطر قلت خليني لانها خبزة باش نعمل في فيديو لازم نحط شوية ملح لان فما ناس تحب الملح ما تنجمش تاكل مسوس لكن انا علي انا عادي جدا ما نحسهاش بلاش 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 ملح وهو احسن احسن لما نعملوا ريجيم وكل تكون احسن في هذا بلاش ملح. هنا الجزر قد كنشيته تو باش نبدا نعجن بيدي. هنا تو حطيت الخميره 200 ما من بعد زدت شويه برك ماء يعني 250 يعني 250 ملي ماء اخاطر لازم تكون مرخوفه لخاطر هي من بعد داك تتشربك الطحين وال اسمه النخاله نتاع الشعير ونخاله الشوفان تتشرب الماء. سو 250 ملي واتر عملت هاكا طريه شفتوها قداش طريه ومن بعديك باش تشرب ما عادش تولي طريه تولي باهي معناها تتماسك. وباش نخلطها بالكدا ومن بعديك نخليها تخمر نغطيها ونخليها تخمر ساعه ساعه ترتاح هي ما مش ضروري تخمر برشا برشا ساعه ومن بعديك نرجع لها ونوريكم طريقه القدر نتاعها. حصيل وانا نحب نقول حاجه ان الخبز هذايا مهم جدا مهم جدا. انا جربته في بسكويت المشبع ايضا لكن هذا الخبز المشبع انا عملته لان جربته قبل وعجبني برشا. حتى زوجي البارح والله كلام منه لما عملته. طبعا انا نسجل فيه لان ما عملتش الصوت تو متاخر الصوت بعد بيوم انا عمل في الصوت سامحوني لكن انا كلينا منه بصراحه وفطرت منه اليوم الصبح خبزه برك شبعتني والحمد لله. انا باش نبدا الدايت نتاعي ان شاء الله لانه ديما نلعب ونعمل ونلعب لكن الغالب البارح كنت باش نبدا البارح قداش من يوم يعني نجي باش نبدا يتكسر. زوجي يحب يسر حلو ها هنا هنا شوف قبل ما نحكي لكم على الحلو هنا شوف الكاغة الزبده هذايا تفرشوه هالبيولوت. انا خاطر انا خليت شويه منك المطحون وعاونت باش نفرشو باش ما يلصقليش الخبز هاو هنا او تعملوا ورق الزبده واحده من فوق واحده من اللوطه. Help you to you cut as you want how much big you want and هذا size perfect في فطور الصباح حبة واحدة هاوكا حاضر لهنا كيفاش معمولة
حضرت طايبه من هنا ومن هنا، بصراحه بنينه برشا. وانا عملت معاها صوص بيضه، يوغورت فات فري، يوغورت ياغورت يعني فات فري اللي ما فيش مكونات، ومعاها كيوكمبر اللي هو اسمه هذاك خيار، ومعاه نعناع مينت، ومعاه ثوم جارليك، وشنو الاخر هذاك هو ثلاثة. والشبت ديل عملتهم. I mix them together and I make as a sauce. This is we will dip it in the bread. ونعملها صوص باش نغطس بها، يعني مع سناك اهو من الحاجات، يعني مينت وديل اللي هو شبت ونعناع وثوم وخيار، فهمت؟ والياغورت هذا هو او ساور كريم، احنا ياغورت ابيض يعني عادي. عملتها ونعملها ونعملها كسناك او فطور الصباح عادي، المدام رجيم لازم تطعم وما فيش. وعملت قارص، لكن انا ما وريتوش قارص، حتى يحب برشا قارص حتى تكون بنينه وطعم حلو والنعناع عملتها طعم. فانا نرجع شويه نقول لك، هاو هنا حضرت كل شيء، محلاها الوحده نتاعنا. نرجع نقول لكم الحاجه، انا مثلا نمشي كي نعمل دايت نجوع، اوكي؟ انا حبيت نعمل قبل الدايت، قبل بنهار، لكن عندي زوجي يحب ياسر الحلو يعمل. البارح برك عمل لنا ملفي شهي، يعني جابها لي في يلزمني ناخذ، بخاطر ناخذ شويه. This is my husband did it, I give it to me and I have to try this. I broke my diet. اوكي، تنجموا تعوضوهم بحاجات اخرى، الحاجات الحلوه عندنا تشيبس هذوما، ثم في السناكس. This is for snack, it's good, it's healthy. هذايا اورجانيك، تنجموا واحد ياكل منها شويه، ما يكثرش طبعا، لكن هي صحيه ومن انواع نتاع الخضر او تفاح او اي حاجه، معناها تنجم تعوض الاكل نتاعك باي خضار، خياره، جزره، اي انواع نتاع خضار خضراء، يعني الخس، anything veggie instead of any chips. But this is healthy, you can use. So inshallah, I hope guys you like my video today. I hope you try this bread, it's so yummy for and it's make you fall off the won't be hungry. I welcome a new subscribe again, please sub and new subscribe and like. I'll see you in another next video inshallah. نتمنى عجبكم الفيديو اليوم، نتمنى استفدتوا منه وعملت حاجة استفدتوا منها. ما تنسونيش، مرحبا بكم أصحابي جدد والمشتركين أيضا أجدد، مرحبا بهم وشكرا على دعمكم واشتراككم ليا. ما تنسوش تفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد، وتعاونوني باش تكبر قناتي. أنا معاملة عليكم، معاملة على ربي ومعاملة عليكم. نتمنى مرة أخرى نشوفكم إن شاء الله في فيديو آخر يكون مفيد ليكم أيضا. نخليكم توا، واللي عنده سؤال ينجم يسأله لي في التعليقات. نشوفكم إن شاء الله في فيديو آخر يكون أحسن وأحلى وأنفع بالنسبة ليكم وليا ولكل الناس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باي ماي فريند، باي.